استعرض وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن الجهود المبذولة لاحتواء التصعيد الجاري في المنطقة وأكد عبد العاطي ضرورة ممارسة جميع الأطراف ضبط النفس وتجنيب المنطقة مخاطر عدم الاستقرار وطالب وزير الخارجية المصري نظيره الأمريكي بالضغط على إسرائيل للتوقف عن ممارسة سياسة حافة الهاوية والانخراط بجدية في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة كما ناقش الوزيران الجهود المصرية والقطرية والأمريكية المبذولة في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة